هو كويس ان احنا لما واجهنا صن داونز عشان الخساره النفسيه واجهناه في دور المجموعات، وللامانه بما اننا بنتكلم عن خساره نفسيه هنا رساله لمستر بيتسو موسيماني، انا مش عاوز فكره انك بتلعب امام صن داونز وبعض جماهير صن داونز اللي بتحاول تلعب معاه جيم نفسي ياخد من تركيزك قبل المباريات. انت كنت اهدى في النوك اوت البطوله الماضيه، عايزين تحافظ على هدوءك ده، لان انا بالنسبه لي مباراه صن داونز اللي في القاهره ومباراه صن داونز اللي في جنوب افريقيا كانت التحضير النفسي قبل البدني والفني اقل من توقعاتي من وجهه نظري، لان انت في مباراه صن داونز في القاهره ضيعت فرص محققه كان من وجهه نظري الرعونه والتوتر اللي عند اللاعبين، وان كان بعض جماهير النادي الاهلي حملت الموضوع لقفشه، لكن انا كنت شايف ان الموضوع ابعد من فكره محمد مجدي قفشه، يمكن هي الفرصه الاخطر، ولكن كان في فرص اخرى محققه، وعامل توفيق مع فريق صن داونز وغياب توفيق عندنا في الكره اللي كانت في الدقيقه 85 اللي قدروا يسجلوا منها الهدف. النهارده وانت بتلعب ورايح للمباراه كان في بعض الحواجز اتحطت في طريق الباص عشان تعطلك نفسيا، بيتسو موسيماني بنفسه اللي نزل يشيل الحواجز، بيتسو موسيماني عايز يوصل رسائل نفسيه لجماهير صن داونز واداره صن داونز ممكن يشيل ده من على عاتقه اطلاقا، ما كانش يستدعي ان هو اللي ينزل، وانا مش بقول ان ده اسباب خساره المباراه، بالعكس ده انا مش عاوز صن داونز يتحول لفريق بالنسبه لبيتسو موسيماني وهو قائد للنادي الاهلي ان مباراته تكون مباراه مختلفه عن اي فريق ممكن يواجهه سواء في دور المجموعات او في مباريات النوك اوت، لان وارد جدا ان انت تواجه صن داونز بعد كده في مباراه نهائيه، فاتمنى يكون التحضير النفسي افضل، اتمنى من بيتسو موسيماني يكون الهدوء افضل ويفصل تماما من فكره التعامل النفسي مع جماهير وبعض اعضاء مجلس اداره صن داونز والرسائل اللي كانت بتحصل بين بعض الجماهير وصن داونز وبيتسو موسيماني، ده هيفرق كتير جدا مع بيتسو موسيماني، ده اولا. ثانيا انا هنا هختلف شويه مع فارس في فكره ان الفورميشن كان هو اللي ممكن يكون عامل مشكله 4 3 3 او 4 2 3 1، برغم ان انا متفق معاه ان قفشه بيأدي تماما في 4 2 3 1 بشكل افضل، لكن هل كانت المشكله في المباراه واحنا شايفينها ان قفشه اللي بعيد عن مستواه اطلاقا؟ اللعيبه بلا لا في استثنائين فقط لا غير، 9 لاعبين من 11 المتواجدين داخل ارض الملعب ما كانوش في مستواه، وده هياخدنا لفكره ان فعلا وارد جدا يكون في اجهاد بدني واجهاد ذهني وعدم تحضير جيد للمباراه. اجهاد بدني انا عارف ان جماهير النادي الاهلي ما بتحبش تسمع الكلمه دي، وعارف ان الناس بتتكلم فكره انت عندك قوام 30 لاعب وتلعب باي 11 لاعب، لكن ده ما نقدرش نستبعده في السفر المسافات طويله. فكره ان انا اضرب امثال بفكره الفرق الاوروبيه وازاي الكره في اوروبا مختلفه، انت عندك هنا في مصر برغم ان انت سافرت طياره خاصه لكن من 7 لـ9 ساعات ولعب مباراه قويه جدا مع فريق بيراميدز بعد المباراه ما كنتش فيها الافضل مستوى فني على مستوى النادي الاهلي امام المريخ، ودخلنا في تعادل ثم رجعنا تاني للمباراه، فاعتقد كانت ظروف مش مهيئه بشكل كبير جدا، وده بيتكرر معانا كتير جدا قبل مواجهه صن داونز دايما. السنه اللي فاتت كان الزمالك، السنه اللي قبلها بتواجه الزمالك والاتحاد اللي هي الخماسيه الشهيره للاسف، لكن خلاص خسرت المباراه، كنت غير موفق، اكيد لازم علامات استفهام عند لعيبه كتير جدا في المباراه دي، ولكن انا هاخد من كلام فارس فكره بيرسي تاو، ما ينفعش يكون عندي محترف قيمته التسويقيه 3.5 مليون اورو وباجي الاقيه فتره طويله جدا وتحديدا من اصابته في مباراه سموحه في كاس الرابطه، انا مش شايف اي مردود فني عالي لبيرسي تاو، ربما فقط لا غير الاسيست اللي عمله محمد شريف في مباراه المريخ، وربما الارقام تخدم بيرسي تاو حتى هذه اللحظه 5 اهداف و5 اسيست، ولكن انا جايب بيرسي تاو عشان يحل لي ازمات كتيره، عشان لما اجي في وقت ما احس ان المباراه صعبه الاقي حل عندي اسمه بيرسي تاو، وده حصل في بدايه انطلاقه بيرسي تاو، لكن من بعد مباراه سموحه تحديدا والاصابه بيرسي تاو محتاج ان بيتسو موسيماني يقعد معاه بشكل او باخر عشان يقدم اضافه تستحق القيمه التسويقيه والسعر اللي اتدفع في بيرسي تاو، لان ده مهم جدا. عندنا لعيبه مجهده، بالتاكيد لعيبه مجهده، ولكن في النهايه عندنا مباراه مهمه جدا مباراه المريخ، لكن ما ينفعش نطلع من المباراه بكلها سلبيات، وانا عندي 2 لعيبه كانوا استثناء للقاعده النهارده مع كامل احترامي للعيبه اللي كانت موجوده في الملعب وحتى التغييرات اللي نزلت، واخص بالذكر تغيير حسام حسن. ويمكن احنا ما كناش متاحين هنا نتكلم عن فكره حسام حسن والتغيير لمده دقيقه، لكن انا عندي قناعات مهمه جدا، لو اللاعب بدا يرمي ودانه خارج الملعب هيأثر على مستواه داخل الملعب. انا مش هنا بحمل حسام حسن الكره اللي ضيعها لانه معرض جدا، نازل اخر ربع ساعه جات له فرصه ضاعت، بتحصل مع
احسن لعيب العالم، ولكن دي يعني نبدا من هنا لحسام حسن، ركز في الملعب فقط لا غير. اذا كنت زعلان على انك نزلت دقيقه او دقيقه في مباراتين متتاليتين، انت النهارده نزلت ربع ساعه، الماتش الجاي ممكن تنزل نص ساعه. والجميل من بيتسو موسيماني ان هو دفع بيك مع محمد شريف عشان يكون مش الضغط كله على مهاجم واحد، لا على اثنين، وكان اتجهنا لفكره نلعب عرضيات. يمكن ما كناش موفقين حتى في لعب العرضيات النهارده، لبساط طلع كويسه من رجل اللعيبه ولا تركيز، وعندنا مشكله كبيره جدا. كان متفوق فريق صن داونز من وجهه نظري في ثلاث حاجات رئيسيه جدا: فكره التركيز واستعداد اللاعب لاستقبال الهجمه، التصرف السليم، التحرك السريع. ده ما حصلش من لعيبه النادي الاهلي، كنا نحس ان في حاله بطء، اللاعب مش مستعد ذهنيا ان هو ياخد الكره، ده مبدئيا. النقطه الثانيه، لما بتجي له الكره بيبدا يفكر بعد ما يستلم الكره. مع فريق امتاز بالسرعه والانقضاض والالتحامات القويه كانت القوة أو الغلبة لفريق صن داونز، برغم أنه بعد ما هسجل هدف ساب لك استحواذ سلبي ما قدرناش نستفيد. لكن مهم جدا أن حسام حسن يركز داخل الملعب، هتجيله الفرصة ويقدر بعد كده لما تجيله الفرصة يمسك فيها ويستغلها عشان يكون منافس قوي على المركز ده مع محمد شريف، وكل اللاعبين يقدموا المردود الإيجابي ويرموا، ما يرموش ودنهم خالص لأي جماهير، حتى لو الجماهير دي حاولت توصل لك ان انت مضطهد او المدرب بيحبه ويكره، مش هيفيدك في اي شيء. عندنا نماذج حصل معاها الكلام ده وحاليا مش موجوده في النادي الاهلي، فحافظ على فرصتك لانك تستحق ان انت تكون متواجد داخل النادي الاهلي، ولازم ده اللي تثبته على ارض الواقع. فدي كانت نقطه مهمه.